وعايز اقول للناس انه اول لقاء لما كنت في العين وبدا الكلام بقى حسين جاي حسين مش جاي، انا كنت في قناه صدى البلد اللي اتشرفت ان انا قعدت فيها فتره ليست بالقصيره يعني، واتكلمت انا وانت في حوار جميل وصريح على الهواء، والمحت انت ساعتها انك جاي النادي الاهلي. صح، الناس انت بقالك كام سنه دلوقتي في النادي الاهلي؟ انا دلوقتي ان شاء الله شهر واحد ابقى 6 سنين ان بسم شاء الله. الله ما ان شاء شاء الله الله جريو. ثواني طاروا طاروا ثواني. كم بطولة؟ دلوقتي حوالي 18 بطولة. 18 بطولة. أنا أعلم أعلم علم اليقين التضحية اللي أنت قدمتها، وعلى فكرة الكلام ده من المسؤولين في العين مش منك أنت، قالوا لي حسين ساب فلوس كتير جدا جدا عشان يجي النادي الأهلي، هي قصة عشق؟ طبعا يا كابتن، طبعا طبعا والله، يعني انا لو عاد بيا الزمن اكيد برضو هعمل نفس اللي عملته برضه تاني، واكيد طبعا طبعا يا آه كابتن دي حاجه كبيره، واي لعيب في مصر وفي النادي الاهلي اكيد هيعمل ده يا كابتن، واكيد هيعمل ده كله طول ما هو بيحب النادي وعنده انتماء للنادي، مش اهم حاجه اللي هو الماده وحاجه، لا هو طول ما هو بيحب النادي فاكيد هتعمل ديت. فانا كان عندي يقين ان انا عايز العب في النادي الاهلي، عايز احقق بطولات، عايز اوصل لحاجه معينه، والحمد لله يعني ربنا كرمني وقادر اعمل دوت مع الجيل اللي موجود ده كله، فدي حاجه كبيره جدا. احنا قبل العين كنا في المقصة انا في المقصه وكان في كلام مع الاهلي. كان في كلام مع الاهلي لحد ما قبل ما اصلا مسافر العين، كان في كلام، ثم ثم بعدها هم قالوا اصلا، يعني هم ساعتها ما كلموني قالوا لي طب اصبر بعد مباراه السوبر، كان ساعتها الاهلي هيلاعب المصري في الامارات في ايوه ملعب العين، 1-0 في ملعب العين وليد ازار. وليد وليد ازار ازارو، كان ساعتها كان في كلام، وكان قالوا لي طب اصبر لحد بعد السوبر، وساعتها العين كان مفيش وقت، وكان فترة خلاص حوالي 3 4 ايام وكده هيفصل، وهيقفل قصدي هناك، وكان داخل بساعتها بصراحة بقوة، نعم والناس يعني حابب اشكرهم كلهم جدا 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 صحيح. كلهم بصراحة، يعني من اول الشيخ وشيخ هزاع بن زايد وسيد محمد بن ثعلوب وكل الناس بصراحة، يعني كل الناس بصراحة يعني محترمين، والناس كلها مؤدبين، وكلهم كانوا شاريني وقالوا لنا انت هتيجي معانا وخلاص، نعم احنا خدنا القرار ان انت هتبقى معانا في اعاره، وخلاص فعلا، والموضوع خلص في يومين، احنا قعدنا سنتين في العين، سنه واحده سنة واحدة بس. لقيت اعاره 6 شهور، وبعد كده اشتروني، وفي ال6 شهور التانيه بعد ما لعبت كاس العالم كل كنت جيت الاهلي التألق اللي حصل ده في العين واهداف، الحمد وكنت لله. قريب من التسجيل في ريال مدريد ومدريد، وبقيت معشوق الحمد لله لجماهير نادي العين، طبعا، الحمد لله وخلاص والدنيا بقى حلوة طبعا ومزهزهة وجميلة طبعا، و100 فل و14 وكانت فلوس حلوة والله برضه طبعا هما ناس جمال هناك كمان، طبعا طبعا، فانت ناس كنت محترمة مقدر تماما. جدا جدا جدا، والجمهور كمان يا كابتن، لحد قبل ما امشي لحد اخر ماتش ليا وانا مسجل فيه، كانوا دايما بيقولوا، كان مثلا يعني اللي ماسك اللي في الاستاد يقول حسين الشحات، الجمهور يقول ما يمشي ما يمشي الشحات، ما ما يمشي يمشي ما يمشي، فهم كانوا عندهم علم بحاجات، هم بصراحة كانوا ما كانش عايزين نمشي، وانا كنت مقدر لهم دي جدا 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 يعني، بس انا كان في اتفاق بيني وفي كابتن محمود الخطيب مع الكابتن خطيب نفسه. بالظبط. احكي لي بقى شويه الكواليس، ناس ما تعرفهاش. والله بص يا كابتن، يعني انا كان كلمني كذا حد من النادي بصراحة ساعتها وكده، فقلت لهم يا جماعة انا نادي العين اشتراني، كان ساعتها لسه بعد الإعارة، كنت انا خلاص العين اشتراني، وانا كنت خلاص بقى جددت وكده واتفقنا، وفعلا خلاص واعلنوا، وانا كمان كنت موجود، وكنا مسافرين فتره الاعداد، فكابتن خطيب لقيته بعدها بفتره لقيته كلمني وكده، فطبعا انت كابتن خطيب اصلا ما وانت بيتصل في باي الإعارة حد، ولا بعد ما اشتروك؟ لا بعد ما اشتروني، بعد بعد ما ما اشتروك. اشتروني كنا انا في فتره اجازه ورايحين ساعتها فتره الاعداد، فلقيت كابتن خطيب بيكلمني وكده وبيقول لي احنا عايزينك وبتاع، اول كلمه طبعا كابتن شرف لاي حد، اصلا حضرتك بتكلمني الاول، فده انا خلصت. ده شرف خلاص ليا، فانا ما اقدرش اقول لحضرتك لا، قلت له بس يا كابتن لازم حضرتك تكلم اداره إدارة العين، النادي. لان انا اكيد مش هقدر اقول لهم حاجه، لان هم اصلا لسه مشتريني ولسه صحيح. بدايه السنه فديت، بس يا كابتن يعني انا توقعي مش هيسيبوني دلوقتي، لان احنا داخلين على كاس العالم ساعتها، كان كاس العالم طبعا اهو بتاع كان عايزك من قبل كاس من قبل العالم. كاس العالم، قلت له يا كابتن ده توقعي، بس حضرتك لازم تكلم طبعا كويس. النادي، لان انا مش هقدر اكلمهم، دي حاجه ما بينكم هم اللي يقولوا، وانا بس طبعا انت شاري على طول النادي. اديت الترحيب طبعا طبعا والموافقة. طبعا بس، فبعد كده بقى فعلا كابتن محمود لقيته بعدها بفتره كلمني وقال لي انا تواصلت مع حد من الاداره، وان شاء الله هنوصل لحل، بس بعد كاس العالم زي ما انت قلت، بس احنا ما فيش كلام ما بيننا خالص دلوقتي، وانت تركز مع فريقك بس، سابك خالص قال لي للتركيز. ركز مع فريقك عشان خاطر ما الناس ما تفتكرش ده ايه اللي انت الاحترام ده؟ بالظبط كابتن خطيب والله قالها لي كده، قلت له يا كابتن اكيد طبعا، وانا اكيد لازم حتى لو انا همشي وفعلا هاجي الاهلي لازم اكون
في اعلى مستوايا عشان خاطر اكون راضي عن نفسي. لو انا مشيت وسبت النادي يبقى انا خلاص انا راضي عن نفسي. جيت بعد كاس العالم على طول ولا لعبت شويه بعد؟ لا بعد كاس العالم. كنت متالق جدا في كاس العالم. الحمد لله. الحمد لله اديت بشكل اكتر من رائع. وصلنا فاينل. ما قلقتش لما الاهلي شويه سكت كده عنك؟ ما قلقتش انه الكلام يتوقف؟ والله يا كابتن، هو انت كابتن محمود الخطيب اصلا قال لك كلمه، فدي خلاص اكيد مش اللي انت مثلا هتقول لا ده خلاص وبتاع. ده كابتن محمود فهو اللي قال كده. كنت متخيل يا حسين انه اسمح لي اقول لك حسين طبعا يا كابتن، ده شرف ليا يا كابتن. يعني خلينا انت واحد من ولادي طبعا يا كابتن. طبعا شرف ليا. كنت متخيل النادي الاهلي يدفع فيك 5 مليون دولار؟ انت اغلى لاعب في تاريخ النادي الاهلي. سيبك بقى من قيمه الدولار كانت كام وبقت كام، لكنه طبعًا. اغلى لاعب في تاريخ النادي الاهلي، والناس ما صدقتش انه يدفع 5 مليون دولار. ساعتها كانوا يوازوا 90 مليون جنيه. انا فاكر كان حوالي 16 كان بقى 15 كان حوالي حاجه 80 90 مليون. ساعتها 90 مليون ده كان رقم رهيب جدا ما بيدفعش. طبعا طبعا طبعا. كنت متخيل ان ده ممكن النادي الاهلي يعمله؟ بص يا كابتن، والله انا كنت شاري النادي. كنت شاري النادي جدا و شاري النادي الاهلي طبعا. نعم. بس انا ما كنتش عارف الارقام هتوصل للدرجه ديت. بس النادي العين كان دافع فيا رقم برضو كبير. نعم. النادي العين كان دافع حوالي 2 مليون و600 مثلا ولا حاجه زي كده بالاعاره بالشراء من المقاصه. ف ما كنتش عارف ليه توصل الارقام ديت، بس هي طبعا وصلت. وبصراحه كابتن الخطيب لما رجعت، لما جيت من العين بعدها باسبوع 10 ايام لقيته ناداني وقعد معايا في المكتب وقال لي قال لي انا عايز اقوله لك اللي انت ما تفكرش بالرقم دوت، لان الرقم دوت هيحط عليك ضغط كبير جدا جدا جدا. نعم. فدوت خلي بالك منها ولازم تبقى عامل حسابك كويس. قلت له يا كابتن اكيد طبعا، وانا مقدر لحضرتك وقفت جنبي وان انت اشتريتني بالرقم دوت، وانا هعمل كل اللي بايدي وبرجلي وكل حاجه عندي عشان خاطر اوصل لاعلى مرحله وعلى العين الاسكيلاتي. من الانديه الغنيه في الامارات طبعاً. ما شاء الله. وبالتالي كان عقدك تقيل وكبير طبعاً. الفوارق كبيره ما بين عقدك في العين وعقدك في النادي الاهلي لما جيت. كتير قوي يا كابتن. كتير قوي. كتير كتير. بس برضه ما فكرتش. لا والله، يعني كان ساعتها يا كابتن بالظبط عقدي يعني كان من غير ارقام. من غير ارقام. كبير. كبير يعني. كان والفتره اللي انا جيت فيها النادي بعد الضرايب كان مثلا الفرق بيني وبين العقد بالنادي اللي كان موجود بالفتره دي حوالي 4-5 مرات. ياه والله. خمس اضعاف. وبرضه عشان تيجي النادي الاهلي.